تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير مستمعينا وبالنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم اليومي الإذاعي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أحب أني أيضا أرحب بفريق عملي اليوم معنا في التنسيق والمتابعة ميرة المري، وفي الإعداد الأستاذ يوسف سعد، ومخرجنا المتألق والمبدع دائما نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة، وأيضا معنا اليوم دكتورتنا القديرة الفاضلة عائشة البسطي بتشاركنا إن شاء الله اليوم في تقديم الحلقة. وأقول لك دكتورة صباح الخير والنور والسعادة. صباح النور والسرور للجميع إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، قبل لا نبدأ أو ناخذ أول اتصال السوشيال ميديا وشو اللي موجود اليوم بتخبرنا اسمه، أحب أني أذكركم أيضا بأرقام التواصل معنا على 600-551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. حياكم الله مستمعينا. طبعا مثل ما عودناكم بتكون فقراتنا متنوعة طبعا الطبية والصحية، ونبداها مثل ما تعودنا بفقرة السوشيال ميديا، ويانا زميلتنا أسماء الجناحي خلال 60 ثانية إن شاء الله بنتطرق لما يدور في السوشيال ميديا. صباحك الله بالخير أسماء. صباحكم الله بالنور سور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. صباح النور وصباح الصحة والسعادة اسمه. نحب بس نبدأ بشيئين نحب اللي دائما نذكر فيهم مستمعينا في فقرة التواصل الاجتماعي، وهي مبادرة طبيبي كل مواطن. معلومة عن طبيبي كل مواطن أن الاستشارة الطبية ضمن مبادرة طبيبي كل مواطن هي غير مخصصة للحالات الطارئة. إذا كان إنسان عنده حالة طارئة يفضل أنه يتوجه مباشرة لأقسام الطوارئ إذا كانت حالة طارئة أو حالة خطيرة. حقيقة طبيبي كل مواطن تساعدك على الحصول على إجابات إذا كنت مثلا شاك في موضوع، خايف من شيء معين، تبغى تستفسر استفسار من عند الطبيب بدل ما تصير المستشفى. هذا كله تقدر تسويه فقط عبر الاتصال 8342، وانه يكون عندك تطبيق هيئة الصحة بدبي في الهاتف. نعم. ايضا اختي اسماء، يعني المبادره مثل ما ذكرتي ان يعني غير مخصصه للحالات الطارئه، استشارات طبيه بشكل عام. وايضا انت اسماء بارحه ذكرتي اذا اي حد يبغي يعني يعرف كيف انه ينزل التطبيق بامكانه ايضا انه يتصل على الرقم 800-342، وفي يعني فريق عمل متكامل لمساعده الناس بانزال التطبيق هذا واستخدامه. صحيح. ايضا الشيء الثاني نحن دائما نذكر فيه وهي المسح الصحي الطبي لفحص العيون على مستوى إمارة دبي. المسح هذا فترته تقريبا 12 اسبوع، ويستهدف اكثر من 2000 شخص من العينات، يكون اشخاص كل حيث لنا اذا تم الاتصال فيهم من قبل مركز دبي للاحصاء هم بيكونون من ضمن العينه اللي راح نحتاجها نحن نسوي عليها الفحص. المطلوب منهم انهم يجوا مراكز الصحيه او يشوفون اقرب مركز، وهذا بالاتفاق مع مركز دبي الاحصاء هم بيعطونهم الموعد. شو اهميه هذا الشيء؟ توفير قاعده بيانات موثوقه حول حجم واسباب مثل الاعاقه البصريه وضعف النظر، والمساهمه كذلك في وضع برامج الخطط الاستراتيجيه للوقايه والعلاج للمرضى. فيعني كل شخص يتلقى هذا الاتصال انت جزء مهم في تطوير خدمات العيون في إمارة دبي. صحيح. فيعني إن استجابتهم للمكالمة فعلا مهمة، ويعني هذا جزء يعني كان يعني من خدمة الوطن، من خدمة الأشخاص الثانيين اللي موجودين معانا في الإمارة، فوجودهم واستجابتهم فعلا مهمة.
أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي وهي أن باستخدام جهاز الملاحة الجراحي اللي تم تطبيقه في مستشفى راشد هذا العام، أطباء المستشفى يستأصلون ورم تقريبا 4 سنتي من دماغ مريض في 90 دقيقة. ما شاء الله يعني، ومن هالعملية تم تطبيق 100 عملية بهاي التقنية في مستشفى راشد، وكلها كانت الحمد لله ناجحة. الحمد لله، معنا عملية دقيقة والوقت حتى اللي أنجز فيها يعني الوقت سنترات حق الدماغ والدماغ يعني ما بأي جزء من الجسم. صحيح. ونختمها بالأثار الصباحية اللي تقول صاحب الشخصيات الإيجابية التي تجعلك تنظر إلى الحياة بمنظور مختلف، فنحن انعكاس لمن نصاحب. دائما كل ما كانوا الناس اللي حولنا إيجابيين كل ما كنا إيجابيين، كانوا مميزين كنا مميزين. يعني أذكر كان مرة يعني المغفور للشيخ زايد كان يقول إذا تبغى تكون من الأكفية خلك مع الأكفية، يعني الحين أتذكر هذا الفيديو. فإذا أنت تبغى تكون شخص مميز صاحب المميزين. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. شكرا أختي أسماء. دكتورة عائشة طبعا أسماء الجناحي دائما، وحتى بارحة دكتورة ندى كانت تتكلم إذا نحن بشكل يومي طبعا الشغل متعوب عليه، يعني إن تعرفين تجهز بشكل يومي النصائح اليومية هاي والنصائح الإيجابية إذا الواحد ياخذها أو حتى ليدونها بشكل يومي ويحاول أنه يعني ياخذ النصيحة هاي ويطبقها في حياته أو مع مثلا ربعه يتكلم عنها أو حتى في بيته مع أسرته، فبيكون يعني في نهاية الشهر يعني جمع عدد كبير جدا من النصائح اليومية الإيجابية، خاصة إذا طبقها شوي شوي خلاص يتعود عليها. بالضبط. فكل الشكر والتقدير لك أسماء على جهودك الجبارة صراحة، حتى فقرتها صراحة يعني تبث فينا شي طاقة إيجابية على أول الصبح. لا وأنا أحس بعد إذا نحن ما ناخذ الأشياء هاي تحسين يعني الواحد شكله غلط، يعني لا بدنا ياخذ النصائح الإيجابية. حتى أنا حط أول سؤال سألتك إياه أنه أسمه موجود اليوم لأنه ما شفت فقرته. ننتقل لفقرتنا الثانية عبد الله اللي هي الفقرة التوعوية. اليوم موضوعنا جدا مهم، والصراحة الجميع يعني يمكن معظم الناس اللي تتبع حميات غذائية يعني يحتاجون هذا الشيء، اللي هي بنتكلم اليوم عن خطوات تساعد على الالتزام بالحمية. يمكن أول فترة أول شهر أو أول أسبوع الواحد يكون وايد متشجع فمصر، بس مع الوقت يبتدي الشخص يفقد هذا التشجيع ويبتدي يرجع لنمطه السابق. صح. أو يعني خلال فترة الحمية. صح. الواحد يخربط. نعم. دكتورة يعني قبل أن أخذ الأخت ريهام كلامك 100% صح، ونحن تكلمنا في هذا الموضوع أكثر من مرة أن الواحد إذا حاب أن يأخذ أي نوع من أنواع الحمية الغذائية لابد أن أيضا يكون يعني يتأكد أن الحمية الغذائية هاي صحيحة، سواء يعني يلجأ لأخصائية التغذية أو الطبيب العائلة، بحيث أنه يعني يحط لنفسه خطة متكاملة، يعني هو كم وزنه اليوم وكيف الحمية الغذائية هاي بتساعده وكيف بيتم يعني أنه يتابع الحمية الغذائية. كثير من الناس يسوون حمية غذائية وينزل وزنه عقب خلاص يعني تحسين لأنه ما عنده برنامج متكامل. صحيح. فيرجع ويزيد وزنه من أول وجديد. صحيح. فالاستمرارية دكتورة مهمة في هذا الجانب جدا، وتحتاج الشخص يحتاج تشجيع كذلك ويلتزم بخطوات معينة تساعد على هذا الالتزام. مو أن الموضوع شوية يمكن ياخذ وقت ويانا. صح. فبنطلع فاصل إن شاء الله وبنرجع بنتكلم عن الموضوع هذا، خلكم ويانا مستمعين معنا. طالعين فاصل وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي، ورحب أيضا بكل من انضم إلينا. وأيضا أحب أني أذكركم بأرقام التواصل معنا على 600-551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. دكتورة عائشة كنا قبل الفاصل ناخذ فقرة التوعية. تفضلين. صح، اللي هي بنتكلم عن خطوات تساعد على الالتزام بالحمية، ويانا أخصائية التغذية فيئة الصحة بدبي الأستاذة ريهام أحمد. صبحت الله بالخير أستاذة ريهام.
صباح الخير، صباح النور والسرور إن شاء الله على الجميع. صبحت الله بالخير. طبعا موضوعنا اليوم جدا مهم، خاصة للأشخاص اللي ملتزمين بحمية معينة، وبنتكلم أكثر عن خطوات تساعدهم على الالتزام بهالحمية كذلك. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا بيهم الجميع، وبالعادة يعني بالفترة هاي مع انتهاء سنة وبداية سنة جديدة إن شاء الله بتكون سنة خير على الجميع. يعني أغلب الناس ممكن لو تسأليهم بتكون واحدة من الأهداف اللي حاطينها للسنة الجديدة إنه ينزلوا وزن. يعني لو نسأل أغلب العالم بتكون واحدة من الأهداف اللي نحطت في السنوات الماضية أو حتى للسنة الجديدة إنه أنا أحصل على وزن صحي، وزن مثالي. فشو هي الخطوات اللي ممكن تساعدني بالالتزام بالحمية ونزول الوزن؟ لأنه كثير ناس اتبعوا حميات زي ما تفضلتوا في السابق، أنه فيهم بأولها بتشجعوا، بعد بشوي الهمة بتخف شوي، الإرادة العزيمة بتقل شوي. فشو الخطوات اللي ممكن أنا أتبعها وتساعدني على الالتزام؟ أنا ما بحب أسميها حمية قدر ما أسميها نظام حياة صحي. وكيف ممكن أنا أنزل وزني؟ من أهم الخطوات هي أني أوضع لنفسي أهداف واقعية ومنطقية وقابلة للتطبيق، وما يعني أروح على أهداف تكون ممكن شوي صعب تطبيقها. صحيح. كمثال من المراجعين مثلا بيجونا بالعيادة، بيجي مثلا المريض وزنه أو المراجع عفوا وزنه 90 أو 100 كيلو، عنده زيادة بالوزن. أول سؤال، أنا كم لازم يكون وزني؟ أوكي، من يعني المفروض أنا أعرف كم المفروض وزني المثالي، بس أنا ما أحط في بالي أني أنا 20 أو 30 كيلو اللي اكتسبتهم هذول خلال ممكن سنوات ما حفقدهم بين يوم وليلة ولا حفقدهم خلال شهر. فأنا المفروض أحط لحالي هدف يكون منطقي وقابل للتطبيق. أنا بهمني مثلا يكون أنزل وزني من نص كيلو لكيلو في الأسبوع حتى أكون أفقد دهون، مش أفقد مثلا من كتلة العضل ولا أفقد ماء. فالمفروض أهدافي تكون منطقية وقابلة للتطبيق. يعني أشتغل على الأهداف القصيرة شوي شوي، الأهداف القصيرة هاي بتوصلني للهدف الأساسي. صحيح. اللي أنا أنزل مثلا 20 أو 30 كيلو اللي أنا زدتهم على مدى سنين. صحيح. المفروض أحط أهداف واقعية وأقدر أطبقها. يعني أنا بهمني مثلا بس تجيني اليوم ترجع بعد المراجعة بعد شهر تكون نازل مثلا من 3 إلى 4 كيلو. نعم. مش أكون نازل 6 و7 و10 كيلو، لأن هاي فعليا ما بتكون فقد دهون، بتكون فقد سوائل وفقد من كتلة العضل في الجسم. فهاي واحدة من الخطوات. في من الخطوات الثانية اللي بتساعدني على الالتزام بالحمية أني أنا أراجع الشخص المختص يعطيني حمية مناسبة، لأنه كثير بنسمع من الناس أنا مشيت على حمية ما أخذتها أنا وزميلتي، هي نزلت وأنا ما نزلت، هي مثلا نزلت 5 كيلو أنا نزلت كيلو. ما بتكون الحمية مدروسة وما بتكون الحمية صحيحة، والنظام اللي بيناسب شخص ما بيناسب شخص. صحيح. هاي نقطة جدا مهمة. صح. أنا ما بضع حمية لشخص أو لمراجع بيجيني على العيادة، باخذ بعين الاعتبار عوامل يعني مختلفة، منها العمر، منها الجنس، منها النشاط البدني، منها ظروف الحياة للشخص. يعني أنا ما بتجيني مثلا ربة بيت موجودة في بيتها قادرة أنها مثلا تجهز وجباتها الغذائية وتأكلها في وجبة في أي أوقات معينة، غير لما بيجيني مثلا وحدة موظفة ساعات عملها طويلة، ممكن البريك أو الفترات اللي ممكن تناول فيها الأكل قصيرة، فأنا بدي أخذ بالاعتبار أنها تكون وجبات مثلا يعني مشبعة فيها كمية عالية من الألياف. ففي كثير ظروف بتلعب دور في اني انا احط حميه، فانا ما اقارن نفسي بشخص ثاني وامشي على حميه بتناسبني. ممكن هسه الهبه اللي طالعه الايام هاي كل حدا بيجي بيحكي لك بدي حميه الكيتو. صحيح. انا بدي امشي على حميه الكيتو. صحيح. يعني هاي كثير بنسمعها. فالحميه هاي ما انوضعت الا لظروف صحيه معينه، لاعمار معينه، ومش على المدى البعيد، لانه هاي لا تعد حميه او مثلا اسلوب حياه امشي عليها لفترات طويله. ممتاز. فاللي بيناسبني ما بيناسبني ما بيناسبني لازم تحطها بعين الاعتبار. صحيح. من النقاط الثانيه كمان خطط الوجبه، يعني انا بدي امشي على اسلوب صحي من بدايه العام الجديد. ما بصير مثلا ما اهيئ ظروف او البيئه اللي حوالي، اكون في البيت وكل الاكل المتوفر اللي هو أكل غير صحي أو عالي جدا بالسعرات الحرارية، أو ابتديت حمية وأجي على الدوام مش عارف شو بدي أكل. خاصة الإنسان لما بيحس بالجوع. صحيح. ساعتها عشان يعني خفف من هالجوع ممكن يتناول أو شيء، أي شيء موجود حواليه بغض النظر هل هو صحي ولا مش صحي. فلازم أخطط، يعني ببتدي من عملية مثلا تسوق للأطعمة الصحية، أكون مثلا جاهز سناك أخذها معي على الدوام، هاي جدا بتساعد، فما بضطر ألجأ لبعض الخيارات الغير صحية. صحيح.
من الخطوات أيضا يعني أي نظام غذائي مبني على التجويع والحرمان هو نظام فاشل. يعني أي غذاء أنا بكون فيه محرومة من المينيموم أو من الأقل يعني المسموح لي من السعرات الحرارية، هذا ما اسمه نظام. أنا ما بهمني أمشي على نظام يوم ويومين وشهر وشهرين، بدي يكون أسلوب حياة. صحيح. فأبدا التجويع والحرمان، وشخص متعود يأخذ 2000 كالوري باجي بين يوم وليلة بدي أخليه يأخذ 1000 كالوري، هذا أنظمة هذا وايد تكون صحيح، وخاصة أن الواحد يعني بيحس أنه بتعب فجأة وحدة تغير نظامه كامل. صح صحيح. هو لأنه بيكون فقد العناصر الغذائية اللي بيحتاجها لممارسة يعني أعماله اليومية، ولاحظنا إحنا اللي بيمشوا على هاي الحميات الخاطئة حتى بتأثروا نفسياً. صحيح. يعني بتأثر حتى اجتماعياً. أنا مثلاً متعود أجتمع مع أهلي بيكون فيها مثلاً أنواع معينة من الأكل، فأنا أخذ بمقدار معين مسموح ضمن السعرات الحرارية المسموح لي في اليوم ولا أني أمنع عنها نهائي، فبالتالي أنا بكره الحمية وما بكمل فيها. صحيح. وبصير عندي إحباط وفشل وبرجع بزيد وزني. صحيح. مرة ثانية. أستاذ ريهام، طبعا الموضوع جدا مهم والوقت ما شاء الله داهمنا، فحابين كلمة أخيرة توجهينها لجمهورنا خلال البرنامج، وإن شاء الله بنتطرق لنفس المواضيع هذه لأنها جدا مهمة إن شاء الله. يعني أنا مع بداية العام، يعني إحنا أيام تفصلنا عن العام الجديد، إن شاء الله بيكون عام خير وسعادة وصحة على الجميع. نضع أهداف حقيقية ومنطقية نلتزم فيها، مش غلط ألجأ لأصحاب الاختصاص يعني أبتدي معهم بداية. صح. في مشاكل بواجهها بسأل عنها وبتابع. في النهاية يعني المفروض يكون هدفنا هو يعني اتباع نظام واسلوب حياة صحي لنا ولأولادنا ولعائلتنا، لأنه صحة الفرد بتنعكس على صحة المجتمع. صحيح. الأستاذة ريهام أحمد، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا جزيلا. مستمعينا، هذه كانت فقرتنا التوعوية. أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا عبدالله، موضوعنا اليوم الثاني بيكون بخصوص مستشفى دبي تجري عملية دقيقة بطريقة جديدة. طبعا شهد مستشفى دبي التابع لهيئة الصحة بدبي قبل أيام قليلة عملية دقيقة جديدة لمعالجة تضخم البروستات الحميد، وذلك عن طريق المنظار وباستخدام تقنية الليزر لإزالة تضخم البروستات الحميد. وحول هالعملية وتفاصيلها والجديد كذلك فيها يحدثنا الدكتور ياسر السعيدي، استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى دبي. صبحك الله بالخير دكتور ياسر. صبحك الله بالنور. السلام عليكم، كيف الحال؟ مرحبا دكتور. صباح الخير دكتور ياسر. صباح النور، يا مرحبا. الله يحييك دكتور. طبعا ما شاء الله عليكم دائما يعني متميزين، وهيئة الصحة بشكل عام يعني خلال الفترات في تطور ملحوظ جدا في موضوع يعني العمليات، بحيث انه يكون اقل ضرر وتكون يعني بشكل دقيق وعمليات نادرة الحقيقة. دكتور، لو تعطينا لمحة عن العملية، وهل تختلف يعني الأمور إذا كانت يعني تضخم البروستات كان حميد أو غير حميد بالنسبة للإجراء أو طريقة العملية هاي اللي أنتوا سويتوها خلال الفترة الماضية؟ بالنسبة الحين لتضخم البروستات، عادة تضخم البروستات يكون في غالبية الأوقات تضخم حميد. نعم. تضخم البروستات يستوي عند الرجال عموما ويبدأ بالتدريج مع العمر، وعادة تبدأ أعراضا بعد سن 40. الأعراض تكون عادة ضعف في تدفق البول، كثرة التبول، الواحد يتحب الليل على أساس يفضي المثانة، أحيانا ما يقدر يفضي بشكل كامل إلين ما يوصل لمراحل متقدمة ويؤدي تضخم البروستات لحصر في البول بسبب أن التضخم هذا استكر المجرى وسكر مخرج المثانة اللي هو عنق المثانة، فيؤدي إلى حصر في البول. علاجات التضخم هذه عادة تكون علاج بالأدوية. في حال أن الأدوية هاي فشلت والمريض ما استجاب لها أو وصلت لمرحلة أنه خلاص الأدوية ما قد تعطي الاستفادة المطلوبة منها، فهني يكون الحل البديل اللي هو الحل الجراحي.
من العمليات الكلاسيكية، يعني عملية استئصال أو إزالة تضخم البروستات عن طريق العمل الجراحي اللي هو الفتح. كنا نجري عملية، نفتح الغشاء الخارجي للبروستات ونشيل الجزء اللي مسبب الانسداد، ويتم المريض في المستشفى مدة ما بين أسبوع لين 10 أيام. تطور الموضوع باستخدام المنظار، وطبعا استخدام المنظار من تقريبا أكثر من 20 سنة، لكن التقنية اللي تستخدم في إزالة البروستات بالمنظار كل فترة في شيء جديد قاعد يطلع. آخر تقنية كانت موجودة اللي هي إزالة تضخم البروستات عن طريق الكشط بالسكين الكهربائي. فكنا ندخل بالمنظار ويتم عملية كشط التضخم اللي موجود داخليا عن طريق مجرى البول. وميزته أن العملية كانت تجرى بالمنظار، المريض كان يتم في المستشفى ما بين 3 أيام ل5 أيام. الحين الشيء الجديد في الموضوع استخدام الليزر اللي هو الثوليوم ليزر، وإجراء العملية عن طريق المنظار لكن باستخدام تقنية الليزر. شو فائدة الليزر؟ لأن العمليتين بالمنظار، شو الأدفانتجز أو شو المزايا اللي تقدمها هاي التقنية الجديدة؟ الشيء الرئيسي هو أن خضاب الدم أو الهيموغلوبين عند المريض مع العملية القديمة اللي هي بالمنظار كان في نسبة 20-30%، أثناء عملية الكشط يصير في نزيف مقبول يعني، لكن في 20-30% من الحالات كنا نضطر نعطيهم دم بعد إجراء العملية لتعويض فقدان الهيموغلوبين اللي يكون خلال العملية. وبعد العملية، وتم القسطرة البولية بعد العملية مدة 3 أيام إلى 5 أيام. نعم. مع غسيل المثانة من الدم المتبقي من جراء العملية. الحين مع الليزر خضاب الدم ما يتأثر، التأثر بسيط جدا. يعني العملية إذا مثلا الهيموغلوبين كان 12.8، بعد العملية يكون 12.5، فنسبة نزول الهيموغلوبين قليلة جدا. وحتى احتياجنا لنقل دم في هاي الحالات تكاد تكون نادرة يعني، والنسب تكون ما تزيد عن 0.5% احتياجنا لنقل الدم مقارنة بالعمليات السابقة اللي كانت توصل إلى 20-30% تقريبا. ممتاز. ودكتور سويت لنا تقريبا مقارنة بين العملية بالطريقة القديمة وكذلك الجديدة، وشو المميزات كذلك بينها؟ يعني انت عملت لنا المقارنة، وواحدة من الأشياء اللي ذكرتها في المقارنة هي سلامة المرضى كذلك. نعم، هذا الشيء الرئيسي المهم اللي هو فقدان الدم. الشيء الثاني مدة إقامة المريض في المستشفى تكون عادة ما بين 24 ساعة ل 48 ساعة بعد العملية، فوفرنا على المريض معدل 2-3 أيام إضافيات ممكن يتم فيهن في المستشفى بالعملية القديمة. نعم. مقارنة بالعملية الجديدة. الشيء الثالث واللي هو مهم، مع عملية الكشط كان في عنا ليمت لحجم التضخم اللي موجود. عادة كانت تجرى عملية كشط البروستات بالسكين الكهربائي في أحجام تصل إلى 100 جرام تقريبا. نعم. أحيانا إذا تعدى حجم البروستات 100 جرام كنا نضطر نسوي العملية على مرحلتين جلستين. نعم. وأحيانا كنا نجري عمليات إزالة تضخم البروستات عن طريق الطريقة التقليدية اللي هي عملية الفتح في حالة إذا كان تضخم البروستات أكبر من 150 جرام. الحين مع الليزر ما في ليمت، حتى الأحجام الكبيرة ممكن تتم عن طريق المنظار باستخدام الليزر. ممتاز. لأن المضاعفات ونسبة النزيف عادة كانت بعملية الكشط كل ما زاد الوقت، وقت العملية كإجراء جراحي كل ما زاد نسبة حدوث النزيف وفقدان الدم. ف
فبالتالي كان تأثيره على المريض أكثر, اعتمادا على وقت العملية. الحين مع الليزر الفائدة أنه الأحجام هذه حتى الأحجام الكبيرة ممكن أن نسويها بالليزر وما في داعي لإجراء عملية الفتح. الشيء الثاني بعد غير موضوع الإقامة والنزيف وحجم البرستات, نعم, مع الليزر سابقا إذا المرضى كانوا على أدوية مميعة للدم بسبب قسطرة القلب, بسبب أمراض القلب, كانوا على الأسبرين أو على البلافوكس أو على الورفرين, نعم, الحين حاليا مع تقنية الليزر أصبح بالإمكان إجراء العملية لهذه المرضى حتى إذا ما كان باستطاعتنا نوقف هاي الأدوية, يعني مثل الأسبرين في بعض الحالات بعد قسطرة القلب لفترة تكاد تصل إلى 6 شهور لسنة, أطباء القلب ينصحون أن الأسبرين ما يتوقف. صحيح. وإذا كان المريض عنده حفر بول فيتم هاي الفترة كلها بالقسطرة لين ما نقدر نوقف الأسبرين على أساس نسوي له عملية البروستات وبالتالي نقدر نشل عنه القسطرة البولية. كذي وايد سهلت على مرضى كثار. لأن مع الليزر أصبح بالإمكان إجراء العملية بعد موافقة القلب وإعطائنا الكليرانس منهم أن ما في خطورة على القلب, أصبح بإمكاننا أن نجري العملية هذه قبل ونقدر نشيل القسطرة ويرتاح المريض من هالموضوع, حتى لو اضطرينا أن نسوي العملية وهو أثناء ما يستعمل الدواء الأسبرين مثلا, إنزين, من غير زيادة في نسبة حدوث نزيف. ممتاز دكتور ياسر, أسعفنا صراحة الوقت بس الموضوع جدا مهم بخصوص هذا النوع من العمليات, ونشكرك بخصوص المقارنة بين العمليات القديمة والجديدة, وبينت لنا بالتوضيح يعني شو هو الجديد كذلك في هاي العملية. كلمة أخيرة توجهها لمستمعينا خلال البرنامج. احنا الحمد لله في هيئة الصحة عندنا الأحدث التقنيات اللي موجودة, وأغلب الحالات هذه وحتى الحالات المعقدة الرفرالز كلها قاعدة تصير عندنا نحن, والحمد لله يعني عندنا الطاقم الطبي القادر على إجراء هاي العمليات الحديثة, ومستعدين لأي سؤال أو أي استشارة طبية. نتمنى لكم كل التوفيق دكتور ياسر السعيدي. جزاك الله خير, مشكورا ما قصرت. دكتور ياسر السعيدي استشاري جراحة المسالك البولية بمستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي, شكرا لك. نتمنى لكم كل التوفيق. عبد الله حين دور الفاصل طبعا. ما شاء الله اليوم مواضيعنا تحس الوقت بسرعة يمر فيها. أنا أثناء يعني حديث الدكتور ياسر عندي وايد أشياء أبغى أقولها, ولكن يعني ما شاء الله كلامك أخذنا يعني عطانا جولة ومقارنات يعني معيارية بين قبل وبين الحين. وأهم نقطة اللي أنا الحقيقة يعني أسعدتني موضوع اللي يعني قبل يعني يتم المريض 10 أيام مع التقنيات هاي خلال 24 ساعة يطلع, فإدارة يعني حالات أو إدارة السرير المستشفى بشكل يعني جيد يكون حق الحالات اللي تحتاج تتم في المستشفى واللي صحيح. ما يحتاج يطلع حتى المريض يعني راحته النفسية. نعم. سبحان الله يوم طلعته من المستشفى يعني بالضبط. تمام بالضبط. تكون راحته وسعادته كذلك. يعطيهم ألف عافية الله صراحة. يعطيهم العافية. نعم. مستمعينا طالعين فاصل وراجعي لكم, خلكم ويانا. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء, رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. عبد الله وصلتنا رسالتين نصيات. أول واحدة تقول أخت عائشة, أولا أقدم الشكر لمستشفى دبي في قسم الولادة أكثر من ممتاز. شكرا أختي الفاضلة بخصوص رسالة الشكر هذه. والثاني وعندها تعليق ثاني بالنسبة للمواقف مستشفى دبي غير معبدة يعني تراب يرجى ترتيبها إن شاء الله. في طبعا عبدالله ذكرنا قبل في مشروع معين في مستشفى دبي إن شاء الله يعني قريبا الجميع بيشوفه وبيكون
ماتنا. الرسالة الثانية كذلك الحمد لله اليوم رسائل شكر، أقدم الشكر الجزيل للأختين سارة علي وفاطمة المهيري من قسم العلاقات العامة بمستشفى دبي، وعن طريق البرنامج كذلك نشكر سارة علي وفاطمة المهيري من قسم العلاقات العامة بمستشفى دبي، كل الشكر لكم. بنوصل لهم إن شاء الله رسائل الشكر إن شاء الله. إن شاء الله ننتقل لفقرتنا الأساسية في هذه الفقرة، وبنتكلم عن اتفاقيات لتعزيز التعليم الطبي في هيئة الصحة بدبي. عززت هيئة الصحة بدبي شراكتها وعلاقتها البناءة مع مجموعة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية داخل الدولة وخارجها، وذلك حرصا من الهيئة على إيجاد سبل التعاون في مجالات التعليم الطبي والبحوث الطبية والصحية، إلى جانب مجالات التدريب ورفع كفاءات الكوادر في تخصصات الطب المختلفة، وذلك في ضوء استراتيجية ومنهجية علمية تتبنى الهيئة تنفيذها في هذا المجال المهم. طبعا نعم. عبد الله، مجالنا الطبي أو الصحي يعني يحتاج الواحد يعني ما يوقف المجال نعم. معين أو يوقف المعين، يعني لازم يعني يتتبع أي كل شيء جديد في هذا المجال، والتدريب ما يقتصر أني خلصت جامعة وخلصت دراسة وأوقف تدريب. يعني التدريب يعني مستمر، يعني حتى عقب 10 أو 20 سنة من تخرجي من الطب، بس لازم في استمرارية في هذا التدريب الطبي. وأيضا يعتبر دكتورة عاشة يعني إدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي من الإدارات الحيوية، صحيح، الإدارات المهمة مثل ما تفضلتي، لأن البحوث والدراسات والتدريب هو الجانب اللي يخلي دائما الطبيب والتمريض على يعني على علم وعلى دراسة مستمرة، وهذا اليوم اللي 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 يحتاج المريض. المريض دائما يبغى يشوف الكادر الطبي انه يعني بشكل مستمر يعني يتطور بشكل صحيح. مستمر يعني عنده تجارب، عندهم مقارنات معيارية مع الدول الثانية، تدريب واستفادة من الدول الثانية على اساس انه يكون الانسان عنده تطور بشكل مستمر، فيعتبر من الادارات المهمة الحقيقة. نحن طبعا بتكون معانا الدكتورة وديعة الشريف، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي، ونقول دكتورة وديعة صباحك خير ومنورة اليوم برنامج صحة وسعادة. صباحكم نور، حياكم الله، منورين أخي عبد الله ودكتور عاشة، حياكم الله. صباحك الله بالخير دكتورة وديعة. مرحبا بك. أهلا دكتورة. حياك الله دكتورة. دكتورة طبعا لأهمية هذا الموضوع خاصة في الهيئات الصحية والطبية، طبعا حابين نتعرف أكثر عن نبذة عن طبيعة عمل واختصاصات إدارة التعليم الطبي والأبحاث. نعم، ومثل ما فضلت ما شاء الله عليكم، يعني إدارة التعليم الطبي والأبحاث تحاول تواكب أفضل الممارسات العالمية الموجودة، وفعلا مثل ما قال خاتم يعني إحنا نحاول نكون إدارة حيوية بحيث إن يعني يكون لنا دور كبير في تطوير وتوسيع منظومة التعليم الطبي والأبحاث، بس على مستوى الهيئة، وإن شاء الله راح يكون لنا أبعاد على مستوى إمارة الدبي، يمكن هذه راح إن شاء الله يكون من طريق استراتيجية التعليم حاليا في طور إن يكون يعني تكون معتمدة الاستراتيجية، وجري جدا إن شاء الله راح نعلن عنها. فيمكن نعم مثل ما تفضلت يمكن قلت يمكن محتاج نعطي نبدأ عن طبيعة عمل الإدارة. في حاليا احنا نشتغل على منظومة التنفيذ الاستراتيجية وتطوير الاستراتيجية بحيث نخدم الإمارة كلها، إمارة دبي، وحوكمة برامج التعليم الطبي والأبحاث على مستوى الإمارة بما فيها المستشفيات الخاصة والحكومية. بالإضافة طبعاً حالياً عندنا عدة مهام رئيسية موجودة، اللي هي حال نسوي ننظم نقدم خدمات التعليم الطبي بتنسيق مع جهات اختصاص سواء داخل الدولة ولا خارجها، وكذلك دراسة تحديد المستشفيات المؤهلة تصبح مستشفيات تعليمية. يعني إحنا مثلاً تردنا عدة طلبات مثل مستشفيات خاصة إنها تبغى تكون مستشفيات تعليمية، فهذه الحين تحتم علينا نعم مسؤولية إضافية بحيث إن نشوف فعلاً المقارنة المعيارية بالإضافة لتحديد عدة معايير نستند عليها عشان تكون فعلاً إذا كانت مستشفيات مؤهلة فراح نعتمدها إن شاء الله. بالإضافة عندنا
نعم، كذلك في تنسيق مع مؤسسات التعليم الطبي المحلية والدولية لضمان تزويد القطاع الصحي في الإمام باحتياجاته من كوادر مؤهلة في تخصصات دقيقة. يعني احنا اليوم عندنا تخصصات مثلا ما شاء الله يعني اوريدي فيها عدد كبير من الناس وعليه اقبال كبير، وخاصة انها تستقطب عدد من المواطنين، لكن في برامج اخرى احنا محتاجين نسويها ريدايركشن او نوجههم لمساقات مختلفة راح يخدمون فيها المجتمع بصورة افضل ان شاء الله. ان شاء الله. نعم دكتورة. نعم دكتورة وديعة، مثل ما تفضلتي يعني الاتفاقيات يعني مع أو مذكرات التفاهم مع مؤسسات صحية وأكاديمية لها يعني فائدة كبيرة الحقيقة على يعني سواء الكادر الطبي أو الكادر التمريضي في هيئة الصحة، لأن دائما يرفع من يعني مكانتهم من تطويرهم التعليمي بشكل مستمر. لو تحدثينا دكتورة شوية أكثر بالتفاصيل عن قيمة هذه الاتفاقيات بالنسبة للكوادر الطبية في هيئة الصحة بدبي. يعني احنا عشان نواكب فعلا يعني الجهات الرائدة في التعليم والصحة وفيما يخص بالذات الابتكار في مجال الصحة والأبحاث الطبية، فإحنا نبغى نستند على أفضل الممارسات الموجودة. لذلك بدنا نسوي نوع من البنش مارك المقارنة المعيارية ونشوف الدول المجاورة وكذلك الدول العالمية اللي هي تكون رائدة في هالمجالات، سواء كان أنت ما تفضلت في مجال دراسات تخصصية الطبية ولا في الطب المستند والتمريض، وكذلك يعني مثل عندنا الفيزيوثيرابي العلاج الطبيعي. احنا اليوم بعد ما سوينا هالمقارنات المعياريه طلعنا ان في عده جهات اصلا يعني حتى تجربه منها، مثال يمكن الفتره الاخيره لما معالي احمد القطامي طلع مع الوفد للزياره للمملكه العربيه السعوديه وللهند، شفنا ان الدول المجاوره فيها عده نعم مجالات رائده. مثلا في السعوديه شفنا مستشفى الملك خالد للعيون عندهم مركز محاكاه للعيون وهم فيها ادفانس، فهذه فتحت لنا ابواب ان مثلا ممكن احنا نبتعث الطلبه عندهم. بالاضافه مثلا الى للهند مثلا كانت الاتفاقيه توقعت خلال زياره الوفد مع مستشفى كوكلابين امباني في الهند. نعم. احنا اليوم نبتعث الطلبه نعم لان في احنا عندنا في اداره التعليم اليوم 16 تخصص طبي موجود بالاضافه لست استمالات من التخصصات الطبيه، هذا طبعا في تخصصات جراحيه. قد يكون ساعات عندنا الطلبه ما يعني ما عندهم العدد الكافي من العمليات الجراحيه اللي جروها بحيث انه ياهلهم يقعدون للامتحانات، فاحنا عشان نغطي هالجزئيه بدنا الحين نبتعث الطلبه للدول اللي هي فعلا كل واحد يكون يعني رائد في مجال التخصصي. يعني مثلا الحين في الهند احنا طرشنا نعم يبتعثون الطلبه الحين في جراحه العيون ويروحون تحت يعني اشراف استشاريين والجامعه على بينه. نعم. تستقبلهم ويجرون العمليات المطلوبة منهم خلال فترة زمنية محددة مثلا خلال شهرين عدد من العمليات ويرجعونه، وتحت طبعا يكون إشراف من الاستشاري دايركت. هذا شفناها قصة نجاح وحبينا احنا نكررها، راح ان شاء الله نسويها مع جراح يعني تخصصات جراحية اخرى ان شاء الله مثل الجراحة العامة ان شاء الله. ان شاء الله دكتورة وديعة، طبعا أهمية التعليم الطبي والتدريب لها أهمية كبيرة، يعني حتى أثره في تطوير هذه الممارسات الطبية، فممكن تحدثينا أكثر عن أهمية التعليم الطبي والتدريب كذلك، لأن نفس ما ذكرنا أنه ما يوقف الفترة معينة، التعليم الطبي مستمر. طبعاً. فعلاً. لأن إحنا حياة الطبيب ما مثل ما تفضلت يعني ما تنتهي بانتهاء مثلا مجرد حصول على الشهادة العلمية التخصصية. الطب اليوم في تجدد مستمر. صحيح. إحنا يعني لازم نكون نعم على نفس الوتيرة من يعني نكون على دراية بأفضل الممارسات سواء كانت البحثية أو العلمية المبتكرة. وهذا طبعا بالدرجة الأولى يعكس على مستوى جودة الرعاية المقدمة للمرضى، يعني بالتالي هذا احنا نقيسها الأثر أثر التعليم نقيسها بمعدلات الشفاء وسلامة المرضى، فهذه بالدرجة الأولى يعني تعطينا كمعدلات ان نستند عليها ونشوف مدى قوة البرنامج إذا كانت فعلا يعني تأثر إيجابا على مستوى صحة الفرد والمجتمع. وطبعا احنا لما يعني نعزز ثقافه الابتكار والبحث الطبي هذا احنا نحقق فيها ديمومة او الاستدامه لمنظومه الرعايه الصحيه. مثلا الحين المستشفيات الرائده الموجوده مثل مستشفى العالم مستشفى العالم مثل جون هوبكنز او مايو كلينكس
تعتمد في هرمها النظام الصحي على قاعدة التعليم الصحي بصورة قوية. فإذا ما كانت يعني المنظومة مستندة في قاعدتها الأساسية على يعني منظومة تعليمية قوية بحثية مبتكرة، فما راح نقدر نواصل بصورة مستمرة بحيث نكون نواكب مع الدول المتقدمة. صحيح. لذلك فعلا احنا اليوم والهيئة ما قصرت تستثمر بصورة قوية في إدارة التعليم الطبي، وراح إن شاء الله يكون عند حسن الظن الجميع إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق. دكتورة، طبعا اختيار المؤسسات كذلك يلعب دور، وخاصة المؤسسات اللي تعمل الهيئة على تأسيس شراكة معها، فكيف يتم اختيار هذه المؤسسات؟ طبعا نستند على دراسة تحديد المستشفيات على أسس معايير موجودة عشان تكون فعلا هذه أول شيء هي فعلا مؤهلة أنها تكون مستشفيات تعليمية. ففي نظام يعني احنا المعايير موجوده، احنا تمت بالاساس الدرجه الاولى على الاعتماد الامريكي والكندي جدا متشابهين، بالاضافه الى المعايير عندنا في الهيئه السعوديه والبورد العربي. فهذه تستند في الدرجه الاولى ان نشوف اذا فعلا هي تكون مستشفيات تعليميه مؤهله، وبالتالي بعدين نشوف بالاخص يعني بصوره جزئيه في كل تخصص هل فعلا هذه احنا يعني راح مثلا تستوفي الشروط المطلوبه لكل تخصص احنا راح نبعث الطلبه لها، وهل فعلا احنا نستفيد لما نطرش لهم الطلبه او ان نبهم عندنا. مثلا في اتفاقيه سابقه مثلا خلال هالسنه لما سويناها مع الكليه الايرلنديه فيما يخص زماله الصحه الام والطفوله، شفنا هون اتفاقين في المكان الشاجه في نفس كندا. فيبنى البرنامج عندنا، والبرنامج تبنتها الهيئه وهم اعتمدوها هني، فاعتمد المستشفيات والمراكز الصحية بحيث تكون مؤهلة، واعتمدوا كذلك الكادر الطبي اللي يشرف على البرنامج. فهذه توأمة معهم نعم، وفعلا هذه كانت ثقة نجاح أخرى يعني حتى بعد نكررها مع اتفاقيات ثانية. لذلك احنا الحين طبعا من الاتفاقيات اللي كانت مهمة بالنسبة لنا خلال هالشهر الاتفاقية مع مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر، وهذا بعد نفس الشيء احنا نبغى نستند عليه عشان نحقق معيار دولي لاعتماد برامج التطوير المهني المستمر بما يتماشى مع إن شاء الله أنظمة الاعتماد الدولية الموجودة عندهم. نعم دكتورة وديعة، طبعا يعني أتحفتين الحقيقة يعني خلال حديثك والمقارنات المعيارية والشراكات الاستراتيجية اللي إدارة التعليم الطبي في هيئة الصحة في دبي يعني تعقدها مع شركات يعني سواء محلية أو حتى دولية. دكتورة، هل هناك اتفاقيات منتظرة قريبا في مجال التعليم والتدريب في هيئة الصحة بدبي؟ نعم بإذن الله، لا زالت الشراكات مفتوحة إن شاء الله. إحنا توا بالأمس استقبلنا جامعة الشارجة وشغالين إن شاء الله وياهم على يعني نفس الشيء نبرم اتفاقية وياهم مع بداية السنة الجديدة إن شاء الله، بالإضافة طبعا هالمستوى المحلي ومستوى الدولة، بالإضافة مع جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا. غير هذا احنا راح يكون عندنا اتفاقيه مع الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه مثل ما ذكرنا سابقا اننا في تخصصات فرعيه موجوده عندهم نحب نبتعث طلبه لها ويكون موجوده، واحنا راح ان شاء الله يعني وافق معالي المدير العام انه يكون عندنا مكتب تنسيق في الهيئه للهيئه السعوديه، فبالتالي هذه بتزيد من فرص ان البرامج تكون تحت الاعتماد السعودي. بالإضافة على المستوى العالمي إحنا راح إن شاء الله يكون من بداية الربع الأول من السنة القادمة إن شاء الله يكون عندنا اتفاقية راح تعقد مع المجلس الاعتماد الأمريكي للبرامج التخصصية الـ SGME. طبعا هذا بيضيف الاعتماد يعني اعتماد جدا قوي، ومجرد حصول إن شاء الله بيتأهل كل الطلبة اللي تخرجون من البرامج التخصصية كلها مستوى هيئة الصحة إنهم يعني يكونوا مستوى جدا عالي من الكفاءة والجودة، ويأهلهم حتى يقعدون يعني دراسات تخصصية عليا على مستوى العالم لأن الاعتماد الأمريكي دولي معترف فيه عالميا. طبعا حاليا في اتفاقيات حالية موجودة اللي هي أوريدي مع الكليات الإيرلندية والبريطانية مع الفرنسية جامعة نيس في فرنسا، وراح إن شاء الله نزيد من اتفاقات فيما يخدم التخصصات بإذن الله. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. دكتورة وديع الشريف مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتورة وديع. شكرا دكتورة، حياك. شكرا لك.
مستمعينا، هاي كانت فقرتنا بخصوص التعليم. خلص الوقت بتوقي تعزيم التعليم الطبي. ما شاء الله الوقت اليوم يطير. في اقتراح إن شاء الله بنوصله كذلك لهم، أن يكون بين وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارات الصحة، أن يكون المناهج التعليمية تحتوي على ثقافة الغذاء الصحي والنشاط البدني. وهذا اقتراح جدا جميل، أن الشخص كذلك يوم يعني من البداية يكون عارف هذه المعلومات، يعني يكبر عليها فتكون راسخة عنده. السؤال الثاني بالنسبة للعيادات الخارجية، لماذا المريض كل موعد يتغير الدكتور؟ ليش ما يراجع المريض دكتور واحد؟ أرى أن أفضل متابعة الحالة. صحيح، أنا مع هذه النقطة. كذلك تقدر أخوي أو أختي المرسلة كذلك تطلب نفس الدكتور في كل زيارة، لأنك تأخذ الموعد، فأطلب أن تكون عند نفس الطبيب في كل مرة من أخذ الموعد، يعني يوم تأخذ الموعد في كل مرة. ما شاء الله اليوم يومنا كان حافل، مواضيعنا جدا مهمة. ما قرينا الخبر دكتورة إن شاء الله، قصدي الدراسة المرات الجاية. وموضوع جميل حلو إن شاء الله المرات الجاية. ما شاء الله داهمنا الوقت عبد الله، وخلص شارف على الانتهاء. نشكر طاقم العمل ويانا اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج نمر محمد، يعطيكم ألف عافية. ومشكور أستاذ عبد الله جمعة، الله يسلمك. ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.